السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى على القناة في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبصحة جيدة، وكنتمنى لكم رمضان كريم. الفيديو ديال اليوم هو تشيشة أو البلبولة ديال الشعير. غادي نوجدوها إن شاء الله بالطريقة العادية التقليدية، كتجد لذيذة وزوينة وصحية في نفس الوقت، باش نغيروا شوية على الحريرة في هذا الشهر المبارك ديال رمضان. فخليكم معنا باش نشوفوا المقادير والطريقة باش غادي نحضروا بها الشيشة ديالنا. نبداو بسم الله. فغادي نحتاجوا الشيشة أو البلبولة ديال الشعير، عندي هنا متوسطة، وغادي نحتاجوا القزبر والكرافس والمعدنوس، عندي هنا كانوا في المجمد مقطعين، وعندنا معلقة صغيرة ديال البزار، معلقة كبيرة ديال السكنجبير، شوية من الزعفران، والملح حسب الذوق. وغادي نحتاجو شوية ديال الفول، اللي كيبغيه اللي ما كيبغيهش ما يقدر ما يديروش يستغنى عليه. عندي هنا الفول من نوع الرقيق، وعندي شوية من زيت الزيتون مع زيت المائدة، ما نكتروش بزاف ديال الزيت. وعندنا معلقة كبيرة ديال مركز الطماطم، وبصلة، وجوج حبات ديال طماطم. اول حاجة غادي ناخدو البلبولة او التشيشة ديالنا باش نغسلوها، ضروري من ننظفوها مزيان او نغسلوها الا كانت فيها شي حاجة، باش نكونو عارفين اش كناكلو. غادي نصفيها وغادي نعاود نغسلها مرة اخرى للمرة الثانية. وغادي نصفيها مرة أخرى وغادي نوضحها في الطنجرة ديالي. فأنا هنا بلا ما غادي نستعمل الكوكوت، كنستعمل غير الطنجرة، لأن هي دغيا كطيب ما كتاخدش وقت كتير. وغادي نضيف عليها القزبر والكرافس والمعدنوس، نزيد التوابل ديالي، ونضيفو الفول اللي غسلته حتى هو من قبل، وغادي نديرو الزيت، ونضيفو مركز الطماطم، وغادي ناخدو الحكاكة ديالنا باش نحكو البصل. فالصراحة هاد الشوربة ديال البلبولة الشعير ما كتاخدش وقت كتير، دغيا كتوجد مدة ساعات تقدر نحضروها، كتكون وجدات صحية وكتجي زوينة. أنا كتعجبني في رمضان وحتى في الأيام من غير رمضان كنديرها هكا مرة مرة في العشاء. وغادي نضيفو البصلة اللي حكيناها على المكونات الأولين، وغادي نحكو الطماطم. فأنا هنا خديت غير جوج حبات كافيين مع داك المعلقة ديال المركز ديال الطماطم، حتى هو بحال تجي هي هاديك، حتى هي غادي نحكوها مزيان. في الحكاكة العادية أو نطحنوها أو لا كانت عندنا واجدة من قبل، وغادي نضيفوها على المكونات. فكما شفتو بالنسبة لهاد الشوربة هادي ديال شيشة الشعير كنديرو فيها كل شيء في مرة واحدة، وكتجي مقادة في الطياب. وغادي نضيفو عليها قياس واحد لتر ونصف أو تقريب جوج لترات الماء، لأن هي كتشرب الماء مغلي. وغادي نخلط المكونات كاملين،
باش ما تلصقليش من التحت، وغادي نوضحها على النار مباشرة ونخليها كطيب. فمما كتشوفوا ها هي كتغلي، ما كتاخدش وقت كتير، غادي نخليوها كطيب. ولا شفناها نشفت شوية من الماء غادي نزيدوها. فأنا هنايا من بعد واحد الربع ساعة ديال الغليان لقيتها نشفت شوية من الماء، وضفت ليها قياس 2 كيسان، لأن هي محدها كطيب وهي كتشرب كتنفخ شوية وكتضاعف حتى في الحجم ديالها. فكما شفتو راها تقالت، ضفت ليها 2 كيسان دالما، ومرة مرة ضروري ما نديرو يدينا فيها بالتحراك باش ما تلصقش وباش ما تحرقش لينا. في نفس الوقت غادي نخليوها على نار مهيلة، طب على خاطرها كيف ما قلت لكم راه ما كتستغرقش وقت كتير، مدة ساعة كتكون واجدة وكتجي زوينة وبنينة. انا بعدا كتعجبني. ودابا غادي نضيف لها واحد المكعب ديال ضامة البنة، ونقدروا نضيفوا حتى شويه ديال السمن اللي كيبغي السمينه واللي ما بغاش يستغنى عليه. بالنسبه لضامة البنة ضروريه، وكتزيدها واحد اللذه. وهانتوما معانا الى نهايه الفيديو ان شاء الله. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى تجربوها بالطريقه ديالي وتعجبكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، وكنتمنى لكم رمضان كريم وصيام مقبول ان شاء الله. الله يجعل في ميزان الحسنات وخليتكم على خير، وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.